حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال ليس ابو عبيده ذكره ولكن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه انه سمع عبد الله يقول اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاثه احجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم اجده فاخذت روثه فاتيته بها فاخذ الحجرين والقى الروثه وقال هذا ركس وقال ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن ابي اسحاق حدثني عبد الرحمن